مساء الخير، اهلا بكم في الموسم الثاني من المسابقه الاكبر على مستوى جامعات مصر، اصل الثلاث. كل المواهب اللي قدموا معانا مروا مرحله الفريش، وصل معانا 30 موهبه هيقدموا النهارده على الستيج، ولكن في التحكيم هتختار 8 منهم يوصلوا للفاينل. الجمهور كمان ليه دور يختار 2 يوصل للمرحله النهائيه. اولا نحب نرحب بحضور عاملين كليه الاحصاء
ودلوقتي هنسمع اغنيه للموسيقار الراحل عبد الوهاب يا مسافر وحدك اداء احمد عبد العاطي. يا مسافر وحدك، يا مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني وتشغلني.
دي كانت موهبة رسم من الدكتورة أسماء. رأيك حضرتك يا دكتور دعاء؟ بس أسأل، في كل حاجة نقلها ولا في حاجات رسمها من دماغك؟ طب كل اي حاجه مش معقول 3 ايام تدخلك الاكل وانت
حاجه ولا حاجه. الناس فاكرهم بيموت وانا برضه ولا حاجه. شغل. ايوه لو سمحت انا عايز اشتغل. وصلت؟ لا ما عنديش كورسات. ما حضرتك يعني اهلي صرفوا عليا 18 سنه هيسيبوا كمان كورسات؟ ما فيش شغل؟ ولا حاجة. ايه؟ بتقول ايه؟ حلو اوي النقطة دي. ايه؟ اتجوز. ايوه صح اتجوز وشقة ومهر وشبكة. ايوه اتجوز. بص حلو. انا ولا حاجة. يا من تحبون الرسول محمدًا
Christian Universities would like to introduce from Nepal, singing a song with the name Shukran Allah, Aftab Alam Ansari. Hello everyone! Are you ready? Ready? Here it begins.
ان معظمنا مش فاهمين حاجه بس الجمهور اتحمس جامد جدا. ايه كبيره استاذ عزيز شكري I like your voice, like your spirit. You have your charisma on stage. But frankly speaking, in some parts, your voice was out of tune. Maybe in the beginning and yes, you know. But I like your spirit and your voice, and I like the song. Most of lyrics I cannot understand, but I like the song. Thank you very much. Thank you. أستاذ محمد بص يعني هو زي ما قال مصطفى عزيز بالظبط. يعني يو ار بيوتيفول يعني انت كويس. شكرا. كويس اه. يس. أستاذ عزيز يس اور نو؟ يس. عزيز فور يس. معلش قبل ما تكمل بقية المواد انا بس عايزه اقول حاجه انه التقييم اللي احنا بنقوله دلوقتي ده تقييم مبدئي لانه لسه في عدد كبير جاي واحنا المفروض نطلع 8 مواهب فقط فده تقييم مبدئي وفي الاخر هنقيم تاني وهنختار نعمل سلكشن بالاخر. دلوقتي الموهبه رقم 7 ما تبدلش يا احمد ما تبدلش خش يعني ايه الحب يا احمد؟ يعني افديكي بجروحي. طب يعني ايه الطب يا احمد؟ يعني 6 سنين يا روح. يعني بسمه يعني هسه يعني فرما يعني بارا ركزي معايا يا سارة يعني يعني ايه الطب يا احمد؟ يعني 6 سنين يا روح. يعني بيسيو يعني بيسو يعني فرما يعني بارا ركزي معايا يا سارة يعني بطنة أو جراح يعني إيه الطب يا أحمد؟ طب ما فيهاش أي جراح. مش هقدر أكمل قصيدة طبية بس عشان خاطر في ناس مش موجودة من الطب وفيها مصطلحات طبية كتير فهخش قصيدة من تأليفي محمد صلاح سنة تالتة تأليف شعر إن شاء الله. علمني أستاذي أن كان فعل ماضي يعني لو أعرضنا مثلا كان العرب أخوة كان تعرب فعل ماضي بس ناقص والعرب مرفوعة طبعا اسم كان والأخوة صبحت منصوب الامتحان من درجة وكلنا جبنا رسم وجابوا مدرس جديد من امريكا او اوروبا عامل اختراع في شرطه واللي يشربها منه راح يكون امير بجد بس شرط ان محدش يقول لحد كله يشرب بذمه والضمير لاجل ما يكون الامير نمنا فتره من الزمان وصحينا في نفس المكان بس بينا 1000 سنه وبرضه محدش قال لحد والظاهر مشهد سينمائي خالي من كل الاحاسيس هتبص في كل الناس هتلاقي من جوه الناس كلها كواليس الكاميرا عيونك بتصور احداث بتعدي على الفاضي بتركز على كل جديد وبتحذف دايما في الماضي كاميرات العمر دي محدوده واللحظه عمرها ما بترجع اتفرج على اللقطه التاني البنت اهي واقفه تدمع فنهايه الفيلم كده اختلفت والصوره وضحت في الاخر الاصل كانت قصه دراما والظاهر كان مشهد ثاني انا حلم تاني انا حلم تايه جوه حلم طول عمرهم كانوا سوا انا لقطه حلوه في وسط فيلم لكنها عدت هوا انا صوره بروزها حديد محطوطه في اوضه خشب والاسم انسان سعيد لكنه هربان من السبب انا كلمة في وسط الكتاب بس مين يعرف قصادي رد صوت بيقول يا ابني قلنا كان فعل ما
واو استاذ محمد الثاني. شكرا شكرا. اكمل الدور طيب؟ اكمل الدور؟ لا اكمل شعر. عشان؟ اول حاجه لا مش دي اللي انت اشتركت فيها؟ دي خلاص؟ انت اولا تحييك على الكاريزما الجميلة اللي عندك. يعني لا حقيقي والله انت دخلت اول ما دخلت وتكلتك بس كذبت القاع كلها. فهي دي انت شاطر في ده شاطر في انك تقول اللي انت بتكتبه كويس حتى القاع غطى على وقوعك في الوزن شوية بس القاع غطى على ده حتى مش لاحظ قوي ان انت وقعت ابيات كده فيها لا القراءة عامل بس مختلف عن القصة انا برضه القصة بس حاجة تانية تمام. لا لا بس انا بقول لك ان دي غلط على دي انت القائك وموهبتك في الالقاء حاجة حلوة جدا موهبتك في التأليف برضه اختيارك الموضوع مواقف قوي كاريزمتك هي دي اللي هتخليك تستمر لو استمريت بالشكل اللي انت بتقدم بيه دوت واشتغلت على نفسك اكتر من كده هتكسب اي جمهور تقف قدامك ان شاء الله. توفيق. نعم مين فين؟ محمد الفاني. ده انا اديته بصمات. نعم انا اصلا اديته بصمات. نعم طبعا. دكتور دعاء شكرا. طب معلش انا اسف اللي هو بديها للدكتوره بس عشان هي الفيميل الوحيده في اللجنه فبنقول لها ايه؟ طب حط بدائي على دوائي سواء عملوا فريكشن بالله عليك يا دكتوره اديني الميكانيزم اكشن انا عايز اعرف امتى انا هصحى امتى هفوق امتى هنام حبايه حبك 100 اضعاف لكن بتروح بسلام وكلام اديني حقنه حب وريد لو مني جراك. لا لا بقول لك ايه لا بقى هات بقى البوتيمات ومالكش دعوه دكتور دعاء احذر انا بس هقول ان هو وحش مسرح يعني هو كان الجمهور وكان يعني اول ما دخل الناس سقفت له حتى لو كان بيقول كلام مش عادي الناس برضه هتسقف له بس هو لا هو شعره حلو وكان كاريزما جدا وربنا معاك يا صلاح واربعه نعم يا جماعه. دلوقتي هنسمع اغنيه عبده ومشروع ليلى بصوت مازن. Thank you.
ممثلين مميزين جدا هيقدموا فترة ديو دراما بعنوان اتنين في مصر، أمير عزيز ومينا ممتاز. تعملوا نفسكم بتسألوا على الشارع وتاخدوا اللي انتوا عايزينه وبعد كده
تستعبط يا ستي بقى حاول اسمع طب احترم نفسك لا بقى انت عايز ايه انا هلم عليك الناس ازاي يا لهوي يا لهوي طلعت مجنون يا لهوي الله يخرب بيتك يا محمود فاز يا حماده ابدا يا باشا بتمثل مساله على الشارع يعني ترى على الشارع خد يا فلان خد يا طلبتك كده معلش يا باشا مين سعادتك؟ مباحث يا حمك لو سمحت لو سمحت ما تقوليش يا حمك طب هات بطاقتك يا حمك اوكي ايه ده انت خطف ده انت من شبرا يا لا بدأت انت من شبرا ايه اللي جايبك هنا هو مكتوب عندك اخري فين اخري فين لا تعالى اخري فين اخري فين يا محمود احنا بنعتذر عن العطل اللي حصل في الساوند سيستم واحنا اشتغلنا عليه وان شاء الله اداء الساوند سيستم هيكون احسن بكتير ان شاء الله نستأذنكم ان احنا نكمل الحفله بتاعتنا وهنكمل مع كريستين وهدين اول اوف مي Cause all
imperfections, all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose and win, 'cause I give you all. وفي الاخر يقول لك نقص الظل اتغرق.
انا انسان بطلع همي بالكتابه بطلع فيها الكآبة وبتكلم عن الغلابه اللي شافوا فيها كتير احلامهم خلصت كتير وعقولهم دي مش بتصير عايشين حياتهم من غير رقابه عاشوا معنى الكآبه عرفوا معنى العذاب لما بيروحوا النيابه وعلمونا ان الغربان والحكام هم الديابه بيسرقوا وينهبوا وينصبوا والشعب ساكت والشعب ساكت من الغيابه من الخيابه علمونا في مدرستهم ازاي بنتحد وعلمونا ان العود بينكسر لما بينفرد وعلمونا وفهمونا ودرسونا ازاي كلامهم يتفرد انا شفت اسواق للسرار اسواق فيها الطبار بس عمري ما شفت اسواق فيها الدماء اللي بتتعرض كنا شعب معتصم بحبل الله ومتحد علمونا بالغلط وقلنا بقى الظلط سمعونا في الاغاني والقصص بتتسرد علمونا ازاي نطاطي وبقينا احنا الشعب الواطي صوتهم عيني وزعتنا واطي وعلمونا ازاي نطاطي كرهونا انا بحياتي ونزلوا دموعي وعياطي صوتي اتنبح بالزعيق بس لسه صوت ابياتي وعلمونا ازاي نطاطي علمونا ازاي نطاطي علمونا ازاي ننام فهمونا الاستسلام كرهونا بالجهاد ويقول لك امن وسلام منعونا من الكلام قضوا علينا الاحلام بس الحق برضه اوت من القوه ومن الاعلام كان زمان العرب اسياد والغرب شويه عباد ولا كان في امريكا وتشاد كنا اقوى البلاد علمناهم الاتحاد واتفرقنا خلاص يا ولاد كل واحد في حاله مصري في حاله سوري في حاله ليبي في حاله ونسينا معنى الاتحاد اكبر دوله في العالم كنا دستورنا كان قران وسنة اسلامنا كان لو حته منا كان في قلوبنا يبقى في عيننا كانت حياتنا احلى جنه بس الحكام بدات تخرب من عقلها بتتطرب وعلي يهد الارض والجامعات بدات تتطرب تنحرف تنتم وتخرب والشعب مش عارف يتطرب خايف يقرب خايف يساعد اخوه الاحسن يدوبه تتطرب اخو العربي بيعاني مش بياكل مش بيشرب عايش في كوكب تاني ايوه بس العرب اناني ايوه العرب اناني مش فالح غير في الافلام وشويه شعر واغاني فعلا فرق تسود فعلا فرق تسود حكمه قالها غربي واتطبقت على العربي خلونا نكره بعض ويقول لك شعب طربي اغاني وزفت ايه اللي بتتكلم عن حبيبي نسيوا ان النبي ستورز دي اغلى من القديم عايشونا في التفاهات وحياتنا اتملت متاهات يعني ايه علم عربي مش لاقي امكانيات كرهونا في الاخوات حببونا في الاخوات بقينا بلاد متفرقه وبيننا حدود ايوه وبنينا بدل السد السود والحكام بيقولوا وعود ان الناس تعيش في دبات كرهونا في الاخوات مصر وقطر وليبيا وامارات والسعوديه تونس بحرين وسوريا كل الدول العربيه لازم نفوق بجد ونرجع امه متحده وتعيش وتحيا كلمه نحن الامم العربيه نحن الامم العربيه يلا اسمي انا نبيل انا سنه رابعه انا بودر صوت حلو
وانا المفروض معلش، بس انا حقيقي انبهرت قدام الموهبه اللي طلعت قدامنا دي بجد ما شاء الله. الله اكبر عليك يا عمر. الناس كسرت المطرح وهي كبيره جدا يا عمر. طيب انت عايز تقول حاجه؟ لا ايه ده يا عم ده؟ يخرب بيت احساسك. لا لا بجد والله ما شاء الله عليك، يعني انا بكل ثقه بقول لك انت رقم واحد والله العظيم. يعني لا يعني انا مش هسمع حد احسن منك تاني. ما ما خلاص كمل معايا. لا لا ما شاء الله عليك يا عمر والله ما شاء الله. عايزين بص يا ابني انا فخور اني سمعتك بجد. مع كل طلعه دي في حاجه جوايا بتعمل كده. انا يعني انا واثق ان انت اول موهبه فعلا اتاهلت للفاينل من غير نقاش او جدال. فعلا ما شاء الله عليك. حاجه اخيره بس، انا فخور ان انت دكتور براين. بص يا عمر انت يعني ادائك هايل كويس، احساسك عالي جدا بالاغنيه، وخاصه هي اغنيه صعبه، واللي بيغنيها انت عارف ان هو من اقوى صوت في مصر، مفصله صوت عميق قوي جدا. انت كنت خايف شويه صح؟ متوتر. لو سبت نفسك اكتر كنا هنسمع احسن من كده كمان. هاي يا عمر ثلاثة نعم أكيد يا عمر. تحية كبيرة على ده الرائع لعمر جمال. عمر لو ممكن بس توعدنا إن آخر النهاردة آخر اليوم لو في وقت نغني لنا الأغنية تاني نختم بيك يعني بعد إذن طبعا الناس، يعني لو سمحت نختم النهاردة بعمر. شكرا. انا عايز اقول ان انتوا لسه ما سمعتوش حاجه، المواهب اللي جايه احسن واحسن ان شاء الله هتتقبل بالمستوى المواهب اللي معانا. دلوقتي معانا مع عز هيقول بي جون ناجي. لا طب لي فرقة ولا علامات
الكنايس والجوامع وفي الحواري والشوارع وعلى القناوي وعلى البراك برمات وتمدح قبل الدردشة والتعيان. ما رأيكم ده مالكم يا انتكاس يا غرقانين في المأكولات والملبوسات يا دفيانين ولا عيني الدفايات يا محقلطين يا ملمعين يا جنسي ناس يا فرع نضل آخر زمن في العوامات. ما رأيكم ده مأسكم جبارة مات لا طنطنة ولا شمشنة ولا على نفس علامات جبارة مات جبارة مات جبارة مات جبارة مات جبارة مات. آخر خبر في الراديوهات وفي الكنايس والجوامع وفي الحوامات والشوارع وعلى القناوي وعلى البراج بارمات وتمدح قبل الدردشة والتعيان. يا محطتين يا محطتين يا فلسين رجلين وراس خلاص خلاص ملكوش خلاص غير بالقنابل والرصاص الزنوب والأمريكان الكلمة النار والحديد والعدل أفرس أو جبال فرق الجبار يا علي في أمريكا. ما فيش بديل ما فيش خلاص رد اهدوا جيش الخلاص رد قولوا على معانا موهبة مميزة هتغني بصوت أغنية الأذان رولينج إن ذا ديب هتسمعها بصوت هيد أونسي. Don't underestimate.
شكرا لكم. شكرا يا
الجايه هي طه عبد الله القاع شارع. وانا مش بلقي، انا بكتب بس غصب عني اقول الشعر بتاعي. اوكي؟ طه الثانيه باسمي. كلنا في ملامح كل فقير بتطلع من جوه، والوحده في عز البدر قلبه بيرجف من خوف، طفل شاب من الهم بدري ولسه صغيره بشوفه، كل ليله يتيم بيبكي على اللي غايب في التراب، وفي عينيه ذكرى لامه مش شايفها من الطباق، مالت عليه الدنيا بعد امه الفرح غاب، ضعيف بينا اتكسر حقه والكل شايف، اللي عامل فيها اعمى والجبان واللي خايف شيخ كبير في العمر راح بعد الشهادة ابنه سابه، قلبه نسي قلبه نسي مين عليه ضيع شبابه، وهي غفله ولما يندم يتمنى لو يحضن تراب، انت حلوه من سنه والقلب مايل، ليه بتشكي من الزمن والدمع سايل، ده الهجر طايل والشوق مكتر من المشايل، طال بيا الطريق كنت سارح في العيون جنب تاني من الحياه بس من غير لون، واللي عارفه عن الاسى طلع ده كله جنون، اوعى تسلم للدنيا وتقول ده نصيب، ان وقعتك مره ام مش راح تخيب، وان غاب عنك كل البشر فعيونه ربي لا تغيب. دلوقتي مع بي بوكس احمد عبد الظاهر. قبل أن تغدو فطيل.
يقص مجروح أنا والجرح ينزف في جنون يقص مجروح أنا والذبح ممتد من الشريان حتى مهجتي يا قدس قالت قمتي
متميز بقى شعبيه كبيره قوي على مستوى القصر ايه والشخصيات المحبوبه جدا. هو يعني انت تحس ان باشا واقف كده الملك فاروق يعني انت لو رشحت نفسك حتى لما تكتسح او والله. هو انا كل اللي اعرفه عن الاوبرا ان هي فن راقي. كل اللي اعرفه عن الاوبرا انها فن راقي. والله بس انا دلوقتي حسيتها ان هي فن برضه برستيج كده. لا بس انت برنس سيبك من اي حاجه. والله فادح كده دي. والله اسمع مني رشح نفسك لحد طلبه ما اقول لك ايه تاني؟ نعم اكيد نعم طبعا للاسف يعني بتاع دكتور دعاء انت عظيم يا ابني اللي هو الياس كولج مكانها فين؟ هي مكانها فين؟ الواد الواد القصر بتاعك الواد؟ طبعا نعم ده الكلام دكتور حازم بص انت واقف واقفه باشا فعلا ده غير صوتك انت بعيد عن المايك بتاعك نص مللي انت فاهم؟ بقى كل ده صوتك بيولع thank you.
تصويت الجمهور اللي خد اعلى تصويت حسام حامد ورانيا امير. تاني مشترك محمد حسن. وبكده يا جماعه وصل 10 المرحله النهائيه. هنعلن اسماء العشرة. رقم واحد عمر جمال، رقم اثنين هديلو كريستين، رقم ثلاثة محمد السعداني، رقم أربعة مصطفى محمود، رقم خمسة رنا أسامة، رقم ستة أمير ومينا، رقم سبعة محمد صلاح، رقم ثمانية حسام، رقم تسعة حسام حسني ورانيا نبيل، رقم عشرة محمد حسن. ألف ألف مبروك للفايزين، وشكرا جدا لكل الحضور اللي كانوا والله القاعة حماسة. بنشكركم ونشوفكم على خير يوم الخميس 23. والتحية تحية لرؤية الفرسان ومدير الناس اللي بتعمل تنظيم حفلة النهارده. شكرا.